نكمل يا ولاد المحاضرة التانية بإذن الله، هي عن الديسبيبسيا وهي استكمالا لمحاضرة الاي بي اس. الاتنين طبعا يخصوا الجي اي تي في نفس المجال. الديسبيبسيا از ا سيمتوم نوت ا ديزيز، تمام. وطبعا المينينج بتاعها لو قسمناها ان هي ايه، ديفيكولت تو دايجست، تمام. طبعا احنا بنوصفها ايه، بيقولوا انا عندي عسر هضم، ان دايجستشن، تمام. الاثنين الكلمتين دول تعبير يعني مش غني، لا ده بور اكسبريشن، وملوش علاقه بالفود اللي احنا بناكله، لكن هي احساس بعدم الارتياح او عسر الهضم. وطبعا ده اكتر عرض بيخص الجي اي تي، ممكن ان احنا يعني يبقى البيشنت بريزنت بيه. وطبعا ممكن ايفن ان هي تقعد لايف تايم، طول حياه البني ادم يشتكي من عسر الهضم، بيبقى ليها طبعا ايبيسودز وليها اب اند داون، تمام. وبترجع لايه، للابر ابدومينال، يعني مش اللور ابدومينال. احنا كنا بنقول الاي بي اس ان هو لور ابدومين، لا انا عندي الديسبيبسيا بتبقى ابر ابدومينال سيمتومز يوجوالي فولوينج ايه، انتيك اوف فود ابير تو ارايز فروم ان اي ابنورماليتي للابر جي اي تي. يبقى هو عنده ديسكومفورت او بين في الابر ابدومينال اريا، تمام، اللي احنا دايما بنقول عليه ايبيجاستريك بين. الديسبيبسيا طبعا اعراضها بتنقسم لكذا حاجه، في حاجات بتبقى ريتروسترنال بيرنينج، بيظهر في شكل ريفلكس او ريجرجيتيشن، دي اللي بنسميها الريفلكس تايب. وفي بقى الايبيجاستريك بين اللي هو طبعا بيبقى امتي ستومك وبيرتاح بالفود، اللي هو الالسر تايب، بيرجع اكتر لديودينال السر، تمام. والديسموتاليتي بقى ده اللي هو بوست برانديال فولنس وبلوتينج وديستنشن، ممكن يحصل ان هو خلاص ما يقدرش يكمل اكله ويعمل له ايرلي ساتايتي اند نوزيا، تمام. الديسبيبسيا دي بتبقى يا اما اورجانيك، ماشي، الاورجانيك ديسبيبسيا طبعا بيبقى ليها ايفيدنس الاورجانيك ديزيز، تمام. ابر جي اي تي اندوسكوبي طبعا، او جاستريك بايوبسي، او باريام ميل، عملنا اي انفستيجيشن من دي هيطلع لنا لا ده انا خلاص انا حطيت ايدي على اورجانيك ديزيز، اوكي. بالذات امتى؟ لما يكون في الارمينج ساين، زي ايه؟ زي الارمينج ساين بتاعت الاي بي اس، الويت لوس، الانيميا، البليدنج، او بلاك ستول او اوكلت بلاد بوزيتيف اند لوس اوف ابيتايت. الحاجات دي معظمها بتحصل امتى؟ بالليل. طول النهار بيبقى كويس، يجي يدخل ينام يحصل له بقى الجي اي تي ابسيت ده، والديسبيبسيا والفلوتينج والديسكومفورت، لان طبعا الفلوتينج ده بيأثر على الدايفرام وهيعمل له طبعا ديسنيا، تمام، اتفقنا. خلاص دي الفانكشنال ديسبيبسيا. ممكن احنا قلنا الديسبيبسيا دي يا اما اورجانيك يا اما فانكشنال، تمام. سواء بقى ستراكشر زي البيبتيك ألسر ديزيز، زي الجيرد اللي هو ريفلكس، او بيلياري بين يكون جاي لي بريزنت بالسيمتوم بتاع البيلياري بين، او كرونيك ابدومينال وول بين، او اسوفجيال كانسر، جاستروباريسيس، بانكرياتايتس، كل الحاجات دي ممكن تجيلي بريزنتس باي ديسبيبسي. الدراجز، تمام، دراجز زي ايه، ميديكيشن زي ايه، اهم حاجه طبعا ايه اللي هما الديجيتاليز والسيوفيلين والانتيبيوتكس، الحاجات دي، وبالذات طبعا الحاجات اللي بتتاخد على امتي ستومك، وما ننساش الانالجيسكس والستيرويدز، كل الحاجات دي بتاثر، بتعمل جاسترايتس وبتعمل ديسبيبسي، تمام. حاجات زي الانفلاماتوري باول ديزيز، او حاجات تخص الاستومك زي الكرونز ديزيز، الساركويدوزيس، الهيباتوما، طبعا اي حاجه بتاثر على الليفر، بتاثر على طبعا الدايجستيف انزيمز، بتاثر لي جدا على الجاسترو انتستينال تراكت، وتظهر لي في صوره ديسبيبسيا. اسكيميك باول ديزيز لما بيحصل اوبستراكشن في الـ في الـ في الـ في المين ارتري بتاع البول، سواء الميزنتريك ارتري او حاجه زي كده، طبعا بيعمل لي اسكيميك باول ديزيز، تمام. لو بيشنت عنده دايبيتس ميليتس وعنده جاستروباريسيس، حركة الأمعاء بتاعته بطيئة، هيحصل له برضو ديسبيبسيا. ثايرويد والباراثايرويد اللي هم أساسا مسؤولين عن الميتابوليزم، برضو الهايبوثايرويدزم بتأثر جدا. الكونكتيف تيشو ديزيز زي ما قلنا في الاي بي اس، الروماتويد، البرانش بتاع الروماتولوجي ده كله، معظم الديزيز بتاعته بتأثر على الهضم. لو في جيارديزيس، تمام، كل البارازيتك انفكشن بتأثر. طبعا لو في بنكرياتيك كارسينوما او ابدومينال كارسينوما، اي نوع من انواع الكانسر في الابدومين طبعا بيأثر وبيظهر لي في صوره ديسبيبسيا، بتبقى هي المين سيمتوم، اتفقنا. يبقى انا دلوقتي ديسبيبسيا ممكن تكون فلوتنج عالي او ان دايجستشن، يا اما تكون فيها الارمنج ساين تبين لي ان ده فيه، لا ده لسه فيه اندرلاينج سيفير اذر ديزيز. ايه الالارمنج ساين؟ اون انتندد ويت لوس، تمام، هيماتيميسيس، تمام، سواء في فاميلي هيستوري للجاسترو انتستينال كانسر،
لو في لو عمل قبل كده جاستريك سيرجي وعملت ادهيجنس وضيقت الدنيا. الجوندس بتبين ان فيه هيباتيك ديزيز، الانيميا، وبالذات لو مش لاقي لها تفسير. حاجات طبعا بتاعت الكارسينوما زي الاودينوفاجيا، البروجريسيف ديسفاجيا، البرزيستنت فوميتنج، كل الحاجات دي لازم احفظها زي اسمي. دي الارمنج ساين، ما ينفع سيمتومز، ما ينفعش البيشنت يجي يقول لي حاجه من دول واعديها كده من غير ما اعمل اناليسز للسيمتوم دي، واعرف ان واعمل سكريننج للاندرلاينج ديزيز او الاندرلاينج كوز ليها. اتفقنا؟ السلايد دي مهمه جدا نحفظها زي اسمنا. تمام. ده كده بالنسبه للاورجانيك ديسبيبسيا. طب تمام، الفانكشنال ديسبيبسيا بقى، الفانكشنال ديسبيبسيا بنشخصها برضو زي الاي بي اس بالروم 3 دايجنوستيك كرايتيريا، واحده او اكتر من ايه بقى، بذر سام بوست برانديال فول، ياكل بيقولك انا باكل من هنا وبحس ان انا مش قادره اتنفس وبحس ان انا بطني على الاخر، اللي هو البوست برانديال فولنس. ايرلي ساتايتي، ما يعرفش يكمل الوجبه العاديه اللي هو متعود عليها، طبعا بالاضافه الى الابيجاستريك بين والابيجاستريك بيرنينج، البرنينج بين في الابيجاستريك اريا والابيجاستريك بين. تمام، احنا اتفقنا ان مفيش الفانكشنال دي ما بيبقاش فيه ستراكشر ديزيز انا ماسكه، يعني انا عملت ابر اندسكوبي ومش لاقي حاجه تفسر لي السيمتومز اللي البيشنت بيتكلم عنها، فانا كده خلاص اكسكلود الاورجانيك وبقيت فانكشنال. تمام، في واحد بيكون ماشي على ميديكيشنز لفتره طويله، دراج ريليتد زي ايه، نون استيرويد الاشهر حاجه، الاستيرويدز، الديجوكسين، الالندرونيت اللي هو البيسفوسفانيت، انتي بايوتكس كتيره جدا، وبالذات الناس لما بتاخدها على امتي ستومك بتاثر جدا. تمام، قلنا برضو لو في حاجات زي الدايبيتس ميليتس اللي هي بتعمل جاستروباريسيس وبتقلل لي حركه الامعاء نفسها، الثايرويد ديسفانكشن سواء هايبوثايرويديزم او هايبرباراثايرويديزم، تمام، الاديسون ديزيز، اليوريميا، كل الحاجات دي بتاثر لي وبتعمل ديسبيبسيا، يبقى دي حاجات اسمها ايه، اكسترا انتستينال سيستميك ديزيز. دي دي حاجات بقى مش جوه، دي مش تبع الجي اي تي، دي حاجات اكسترا. جالي البيشنت دلوقتي بيشتكي من ديسبيبسيا، هعمل معاه ايه؟ اول حاجه طبعا ديتيلد هيستوري. انتوا لو تفتكروا الاي بي اس احنا شرحنا، احنا استنتجنا كل حاجه من الهيستوري بس من قبل ما نمد ايدينا على العيان. دلوقتي الانسد بتاعه، احنا طبعا الانسد ده اكيوت ولا كرونيك، هل هو نتيجه الاوفر ايتينج ولا بياكل بسرعه، بياكل فاتس عاليه، هل من هو من اللي بياخد كوفي والكحول، هل هو حياته ستريسفول فعلا وبيعاني من الاستريس، يبقى ده هيبدا باكيوت انسد. هيتفاجئ ان ده انا النهارده اكلته وجات لي ديسبيبسيا فظيعه، يشتكي منها ان هي اكيوت انسد. ولا كرونيك بقى، الكرونيك دي طبعا هغاف منها، اولا ممكن تكون فانكشنال افتر اكسكلوجن اوف ايه، اوف اورجانيك ديسبيبسيا، او ممكن تكون مالجنسي. تمام، يبقى انا كده عندي على حسب الانسيت اللي البيشنت هيقول لي عليه سواء اكيوت او كرونيك ممكن اعرف الاندرلاين كوز ايه، سواء اوفر ايتينج، رابيد ايتينج، هاي فات، ستريس، الكحول، كافي، ولازم في الهيستوري اتك على كل الحاجات دي واعرف منه كل الديتيلز دي. ده لو بيشنت اكيوت. طيب لو كرونيك يبقى انا كده هفكر في الفانكشنال، هفكر ليكون في اندرلاينج مالجنسي. تمام، ده بالنسبه للهيستوري. هساله طبعا لما يقول لي بوست برانديال بين، ده انا باكل من هنا ويبدا الالم من هنا، يبقى هفكر لو هو ايرلي بعد الاكل على طول يبقى ده جاسترايتس، اول الجيت اللي بيدخلها في الاستومك، يبقى يا اما اسوفاجيال ديزيز او جاستريك كارسينوما، يا اما اكيوت جاسترايتس. ده ليت بعد ما بياكل بشويه بيكون خلاص وصل للاوتليت تحت، يبقى ده امبيرد دايجستشن. تمام، يبقى دي في مشكله او اوبستراكشن في الجاستريك اوتليت، او مشكله في الابزوربشن، عشان كده بنلاقيها دايما في دايما في اي حاجه تخص البنكرياس، بنكرياتايتس، بنكريات الكارسينوما. لو البيشنت قال لي ده انا ببقى وانا جعان تعبان وحاسس بالالم واول ما باكل برتاح، يبقى انا كده اعرف ايه، ان ده ديودينال ألسر زي ما قلنا في الاول. ليه الديودن الالسر بيبقى الاسيد طالع فيه جدا، الاسيد بتاع الاستومك دوت بيبقى طالع عالي جدا، فاول ما بياكل الاسيد احتكاك او اختلاط الفود بالاسيد بيقلل البين وبيقلل اكسبوجر للالسر بالاسيد بتاع الاستومك. اقول له طبعا احنا لما بنيجي نعمل اناليسز للبين كسيمتوم لازم اقول له ايه اللي بيزود وايه اللي بيقلل، وات اجرافيت اند وات ريليف. تمام، طبعا احنا عارفين ان الدايري برودكتس كلها، الميلك والحاجات دي كلها بتعمل فلاتولنس، بتعمل بلوتنج، فاول حاجه هقول له ان عشان كده انا لما اعرف منه الحاجات دي في العلاج هقول له ايه، يقلل منتجات الالبان. تمام، عرفت ان هو خلاص ده مريض يودن الالسر، يبقى خلاص يبقى انت الفود الاكل هيريحك. قال لي بقى ده ان انتنتد ويت لوس،
لا يبقى انا كده لازم اشك في مالجنسي وامشي مع سكريننج للمالجنسي. تمام. الهيستوري اوف الميديكيشنز، ها نون استرويدال، تمام، دراجز ذات سلو جات ترانزيت، تمام، ايه زي الناركوتكس والانتي كولينرجيك والكالسيوم بروكرز، طبعا الحاجات دي كلها بتقلل بتبطئ الترانزيت بتاع الجي اي تي. نفس الفكره في الجاسترو باريسس بتاع الدايبيتس، في دراجز بتعمل نفس الحاجات دي اللي هي بتسلو الجات ترانزيت، ناركوتكس انتي كولينرجيك كالسيوم انت بلوكرز او الانتاجونست. هل البيشنت ده ديبريزد؟ هل البيشنت ده انكشيس؟ طبعا احنا عارفين ان طبعا الاسترس والانكزايتي والديبريشن بتاثر طبعا وممكن تزود السيمتومز. تمام. انا خدت منه كده ميديكال هيستوري، خدت منه الكومبلين البريزنت كومبلين بتاعته، هساله طبعا عن الباست هيستوري، ها هل هو بياخد، هل هو دلوقتي بيعاني من اي مشكله سواء كاردياك او هيباتيك او بيبتيك او بنكرياتيك وسايكاتري إلنس، هل هو بيعاني من اي حاجه فيها دلوقتي، الفاميلي هيستوري بتاعه في اي حاجه من دول، واتاكد جدا على السايكاتريك إلنس، لان طبعا احنا عارفين حاجه اسمها السوماتوفورم بتبقى مشاكل نفسيه وتترجم وتظهر في اعراض عضويه. بيرسونال هيستوري، هل هو سموكر، هل هو الكحول درينكر، هل هو دراج بيستخدم دراجز او حاجات اللي هي الحاجات الليجال. تمام، خلصنا هيستوري، خدت ديتيلد هيستوري محترم، بدات احط ايدي على الكي اللي هيوصلني للدايجنوزز. نعمل اكزامينيشن جنرال ولوكال. جنرال قلنا لو هو فعلا انا اعرف وزنه قبل كده كان ايه، ولو هو بيل، لو هو اكترس، لو في جوندس، لو عنده ليمف نود ليمفادينوباسي يبقى انا كده هشك في مالجنسي او الانيميا. تمام. اكانسوزس نيجريجانس، هي هل هو عنده انسولين ريزيستنس وعنده دايبيتس. تمام. البلس، هل هو تاكيكارديك لو هو انيميك، لو عنده هايبرتنشن، لو في بلاد لوس، لو في بليدنج بقى، لو في جاستريك اروجن او جاستريك السر يكون بيعمل بليدنج. ده الحاجات دي لازم طبعا اركز عليها في الاكزامينيشن. وطبعا الاورال كافيتي بشوف لو هو واحد مثلا اولد ايج وعنده دنتال اروجنز او لوس اوف انامل هيعمل له جرد. تمام. طبعا طبعا هشوف الابدومين، هعمل بالبي، هنعمل انسبكشن والبيشن الاكزامين، الابدومين الاكزامينيشن بتاعنا عادي جدا، واشوف ليكون البيشنت ده هيباتيك، ما هو لو عنده ليفر فيلير هيبقى عنده مشاكل اكيد في الدايجستشن. تمام. خلاص انا كده عملت فول اكزامينيشن، عملت خدت ديتيلد هيستوري، همشي بقى بالابروتش بتاع الديسبيبسيا. انا عندي جالي عيان بيشتكي من ديسبيبسيا، اول حاجه هاكسكلود الريد فلاجز او الالارم فيتشرز. البيشنت ده عنده حاجه منهم سواء بقى ويت لوس، سواء بليدنج، انيميا، فاميلي بوزيتيف فاميلي هيستوري، او يكون عنده اي ديزيز من الديزيز التانيين، يبقى انا ده هيروح يعمل منظار فورا اندوسكوبي. السلايد دي تتحفظ زي اسمنا، بيشنت جاي مع عنده الارم فيتشرز او عنده ديسبيبسيا ومعاها ريد فلاجز، يبقى ده على طول دايركت هيعمل اندوسكوبي. يبقى ايه وات ذا فيرست تو دو؟ اندوسكوبي. ده في حالة العيان الديسبيبسيا اللي عنده ريد فلاجز هيعمل ايه اول حاجة؟ هيعمل اندوسكوبي. ما عندوش بقى ريد فلاجز وعادي جدا حالة كولد ديسبيبسيا العادية، اشوف الايدج بتاعه، هل هو اوفر 55؟ لو اوفر 55 هخاف عليه برضو من المالجنسي وهطلب منه اندوسكوبي. لو هو اقل، most common cause of dyspepsia for patients less than 55 years is H. pylori، هيليكوباكتر بايلوري، لازم نعمل التست بتاعها. اتفقنا؟ واشوفه لو طلع بوزيتيف هديها، اديله اعمل ايراديكيشن، هديها تريبل ثيرابي، واعمل ايه واشوف السيمتومز هتمشي ولا لا. تمام. لو السيمتومز لسه موجوده هضطر ان انا اعمل اندوسكوبي برضو، لان انا ممكن مع الاندوسكوبي هشوف الاتش بايلوري دايركت واعرف ان ما جابتش نتيجه في الايراديكيشن وممكن احتاج ان انا اعيدها تاني. لو عملت الاتش بايلوري وطلع نيجاتيف هديله بقى سيمتوماتيك تريتمنت عادي جدا، اديله حاجات تساعد على الهضم، اقول له يغير لايف ستايل بتاعه، يغير نوعيه الدايت اللي هو بياكلها، يعمل اكسرسايز، يحاول يريليف الاسترس اللي عنده. اتفقنا؟ يبقى انا كده مشيت على ديسبيبسيا، مش شفت البيشنت بتاعي، سمعت الهيستوري، عملت اكزامينيشن، والله البيشنت ده كويس وما عندوش اي الارمنج ساين، اقل من 55 سنه، يبقى هعمل تيست للاتش بايلوري، ها بوزيتيف هعمل ايراديكيشن، نيجاتيف سيمتوماتيك تريتمنت. اوكي. لو هو اكتر من 55 سنة اندوسكوبي، لو عنده الارمينج ساين برضو اندوسكوبي. اتفقنا؟ معظم اسئلة الام سي كيو بتلف في الدايرة دي، الابروتش لازم تفهم الابروتش زي ما موجود في السلايد بتاعك كده، تمشي ستيب باي ستيب، ده بنسميه ستيب وايز ابروتش. شخصته، عرفت الدياجنوزيس،
هنعالج ازاي؟ اول حاجه الاسيد اللي عمال بيعمل له البين دوت، انا لازم اعمل له سبريسنج، اسيد سبريسنج او نيوترلايزنج ميديكيشن. ها اتش 2 ريسبتور انتاجونست، بروتون بامب انهبيتور، وانتاسيدز عنده اتش بايلوري هعمل لها اراديكيشن. خلاص لو هو عنده جاستروباريسيس او اللي هو السلو جات ستيسيس والحاجات دي هديها موتور ايه ستيمولانت. يبقى انا همشي كده على الاسيد سبريسنج او حاجات اراديكيشن للاتش بايلوري، انتاسيد بروتون بامب انهبيتورز، او ادي له موتور ستيمولانت تنبه يعني تزود لي حركه الامعاء عنده. تمام، قلنا ان في بعض الحالات هتحتاج اندوسكوبي اللي هي مين ومين. اول حاجه لو اي بيشنت عنده ديسبيبسيا وعنده ريد فلاجز او الارم ساين هعمل له اندوسكوبي، او بيشنت اكتر من 55 سنه هعمل له برضو اندوسكوبي. اتفقنا؟ ايه ميزة الاندوسكوبي بقى؟ طبعا ده الجولد ستاندرد بتاعي عشان اكسكلود الجاستروديونال ايه ألسر والريفلكس والكانسر كمان. 40% بيبقى عند من البيشنتس دول بيبقى عندهم اورجانيك كوز ما بتبقاش فانكشنال، فدول انا خلاص عملت لها اندوسكوبي خلاص انا عرفت عنده ايه، شفت بعيني هو عنده ايه. وده طبعا بيعمل ريأشورنس للبيشنت ان انت عملت له منظار وشفت هو عنده ايه، معنى كده ان انت التريتمنت اللي هتديه له تو ذا بوينت على طول، انا عرفت المشكله وبعالجها مش لسه بقى هنجرب وهنشوف والكلام ده. فالبيشنت نفسه بيبقى واثق في الكلام اللي انت تقوله له بعد المنظار. مشكلته ايه؟ طبعا ان هو انفيزيف، الناس كلها بتشيل هم المنظار جدا وتحضير ليه وكده، واكسبنسيف طبعا ان هو طبعا الكوست بالنسبه لهم هتفرق جدا، ومش هيفرق معايا في اليونج بيشنت. عشان كده احنا دايما بنقول نكتبه لو فوق ال 55 خلاص ما بيعملش كومبليكيشنز تذكر عشان نخاف منه. خلاص تمام. انا دلوقتي لو عندي اتش بايلوري وعايز اعمل اسيد سبريشن الاثنين، تمام، هعمل ايه؟ حاجه اسمها تريبل ثيرابي، بدي بروتون بامب انهبيتور مع العلاج بتاع الاتش بايلوري، تمام. بس طبعا ده ممكن ياثر معايا في نتيجه الاندوسكوبي، عشان كده احنا بنوقف العلاج دايما قبل الاندوسكوبي، تمام. مست العلاج ايه الامبيريك تريتمنت مع الاسيد؟ ان هو طبعا هيدي رابيد ريليف للسيمتوم، الناس بتستجيب له جدا وبترتاح له على طول، وبيقلل تعرض الناس للاندوسكوبي، مش لان معظم الناس هتاخده وترتاح عليه ومش هتتعرض للاندوسكوبي بعد كده. على سبيل المثال جاي لي الكيس اللي قدامي ان بيشنت 34 years old lady comes to your clinic because of gastric pain since 5 months ago complains of bloating early satiety and no alarm sign. اهو طمني ان مفيش alarm sign. البيشنت دي هعمل معاها ايه؟ همشي بالابروتش اللي احنا مشينا عليه في الاول. اتفقنا؟ سيمتوماتيك تريتمنت، لو محتاجه هي ما عندهاش الارم ساين فخلاص انا همشي بسيمتوماتيك تريتمنت واشوفها هل هي بتاخد نون استرويدال، تمام، هل هي عندها جرد قبل كده او اتشخصت قبل كده وهكذا. هنعمل لها ايه؟ البيشنت دي هنعمل لها ايه؟ احنا كعادتنا قلنا ان لو في حاجه زي كده هنشوف الاتش بايلوري الاول، يبقى انا الاول هتست للايه؟ للاتش بايلوري، تمام؟ طلع بوزيتيف هديها طبعا ايه الاتش بايلوري تريتمنت، تمام. اديتها العلاج والسيمتومز لسه موجوده هعمل ايه؟ هستخدم طبعا هتست تاني، ممكن اعيد التست تاني اشوفها ايراديكيتد ولا لسه، لان لو لسه هضطر ادي علاج تاني، تمام. المانجمنت احنا كده عالجنا الاورجانيك، لما اجي اشوف المانجمنت بتاعت الفانكشنال ديسبيبسيا، ها الفانكشنال ديسبيبسيا دي بيبقى البيشنت خلاص ده اتش بايلوري نيجاتيف، اتفقنا، هعمل ايفالويشن تاني اشوف السيمتومز واوصل للدايجنوزيس. هشوف الابدومينال بين ده جاي منين، جاي من الكولون ولا جاي من البيلياري تراكت ولا جاي من البنكرياس. هل البيشنت ده عنده ديليت جاستريك امتنج ان هو مثلا يكون دايابيتك، تمام، او حاجه زي كده؟ هل هو اصلا عنده اي بي اس؟ هل البيشنت ده يكون عنده سايكولوجيكال اصلا مشكله سايكاتري وعنده ستريس وعنده بانيك ديس اوردر وجات له الديسبيبسيا دي؟ همشي على الابروتش زي ما انا تاني، وممكن احتاج اكتب له انتي ديبريسانت، اعمل له هيبنو ثيرابي، اعالجه نفسيا الاول مع العلاج العادي بتاع الاندايجشن. طبعا معظمهم بياخدوا بروتون بامب انهبيتور عشان خاطر سواء الجاستريك السر او ايروجن، عشان خاطر طبعا بعمل اسيد سبريشن. في مشكلة عندي في الموتيليتي، بندي بروكاينيتكس عشان خاطر الديس موتيليتي، تمام، بدي برضو عشان لو في فوميتنج بدي دوبامين ريسبتور انتاجونست اللي هو زي الدومبريدون والميتوكروبرامايد. لقيت عنده مشكلة في ستريس وفي ديبريشن هدي انتي ديبريسنت، تمام، في انكزايتي هدي له انكزايوليتك زي اللورازيبام.
يبقى احنا بنعالج السيمتومز. واهم من كده ان انا اشوف كل الدراج اللي بياخدها احاول ياخدها في مواعيدها، او ياخدها ما ياخدهاش على امتي ستومك. اقلل له ايه، انصحه بقى اعمل له هيلثي اديوكيشن، ان هو يقلل التي، يقلل الكحول، لو في لو هو مدخن يعمل السموكينج سيسيشن. واقول له ان كده عشان الحاجات دي لازم يعني اتجنب بيها الجاستريك ألسر او يعالجني الجاسترايتس. تمام. ممكن احتاج ان انا احوله لدكتور نيوتريشن يظبط له الميلز بتاعته ويمشيه على الميلز تكون محدده، ويمشيه على دايت كنترول معين ان هو يقلل الدهون وحاجات تساعده على ما تبقاش تسبب عسر هضم. اقول له انه يقلل شرب ميه اثناء الاكل. تمام. يقلل من مضغ اللبان لان ده بيعمل بلوتنج، بيعمل فولنس، على عكس الناس ما هي فاهمه. الناس فاهمه ان اللبان ده بيساعد على هضمه ولكنه اصلا بيعمل بلوتنج. تمام. الحاجات دي كلها هتزود لي نجاح العلاج، لان العلاج لوحده من غير هيلث اديوكيشن مش هيعمل النتيجه المطلوبه. تمام. اتمنى ان شاء الله نكون الكلام سهل عليكم، وانا في انتظار اسئلتكم باذن الله.